ومن القصص الملهمه للنجاح تبرز قصه الشابه العشرينيه علياء نبيل التي حولت الشمع من ماده خام الى تحف فنيه تبهر الانظار. تتميز منتجات علياء من الشموع العطريه ذات الروائح الفريده بجودتها واسعارها المنافسه. في عالم الفن الواسع تبرز قصص النجاح التي تثبت ان الابداع لا يعرف حدوده، قصه علياء نبيل الشابه العشرينيه التي حولت الشمع من ماده خام الى تحف فنية تبهر الأنظار واحدة من هذه القصص ومن قلب محافظة الشرقية تألقت موهبة علياء في ورشة صغيرة في منزلها محققة نجاحا لافتا علياء ابنة مدينة أبو كبير بدأت رحلتها في عالم الشموع بشغف حقيقي لم تكن تدرك أنه سيجعلها واحدة من أبرز الفنانين بدات ان انا اشوف فيديوهات على اليوتيوب وادخل اتابع اكونتات كتير على الانستجرام والحاجات دي وابدا اشوف انواع شمع بدات ان انزل العتبه واجيب انواع بدات اطلب هاند ميد اطلب قصدي عن حاجات اونلاين وكده لحد ما وصلت حاليا لماتيريال لحد ما كويسه بشمع طبيعي ما ميف... فيش ميف... اي مثلا حاجات بتروليه او كده لم تقتصر إبداعات علياء على التصاميم التقليدية بل أضافت اللمسة الخاصة على كل قطعة ابتكرت مجموعة متنوعة من المنتجات من الشموع العطرية ذات الروائح الفريدة إلى القطع الفنية الملونة والمبتكرة تستخدم علياء القوالب الجاهزة وتقنيات يدوية خاصة ما يجعل كل قطعة فريدة اعتمدت علياء إلى تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وجودة تفوق مثيلاتها المستوردة كما نجحت في تحقيق توازن بين السعر والجودة ما جعل منتجاتها هي الخيار الأول للعديد من العملاء اول الناس دعموني عموما الدعم جاي من من قرايبي واخواتي ومن صحابي فده اللي بدا ينشر الموضوع اكتر يعني انا متطوعة في رساله فده ساعدني كتير جدا ان انا ليا صحاب في محافظات مختلفه كتيره بدأوا ان هما انا بنزل ستوري مثلا او بشير جروب بتاعي او حاجه من دول بدأوا ان هم ينشروهم عندهم لا يمكن اغفال دور اسره عليا في دعم مسيرتها الفنيه شقيقها مؤمن الموهوب في فن الريزن يشاركها حب الفن والابداع ما يعزز من قدرتها على الابتكار هي في البدايه خدتها كهوايه يعني ان هي بتفكر ان حاجه جديده عايزه تجربها فانا قلت لها الموضوع محتاج دراسه شويه بس المهم ان تبدا فيه يعني لانه هي طبعا عشان العيله كلنا بنحب حاجات الرسم وكده ففي لمسه فنيه شويه فهي قلت لها استمري بس يعني انت البدايه ان انا ابدا واشتغل واجرب وجربي معانا ومع قرايبنا وكده وبعد كده ربنا يسهل وهي تستمر فيها علياء نموذج مصري اخر اثبت ان الاصرار والشغف يمكن ان يحول الاحلام الى واقع عبر الالتزام والعمل الدؤوب